في بيان نشر على موقعه الرسمي، أكد مجلس سوريا الديمقراطية وقوفه إلى جانب الحراك الثوري في السويداء، وأنه يتابع تطوراته عن كثب، داعياً قادته إلى عدم السماح لأي طرف بحرفه عن مساره السلمي. البيان أشار إلى أن ثورة الحرية والكرامة لم تتوقف، وأن الأمل كان مرافقاً لها في كل لحظة، بالرغم من الانتكاسات التي تخللت مسيرتها خلال العقد المنصرم، مضيفاً أن روح الثورة تتجدد اليوم في السويداء، القلب النابض لجميع السوريين. ولفت المجلس في بيانه إلى أن ما يجري من حراك شعبي في السويداء هو إحياء للثورة وتحدي جديد في مواجهة سلطة الاستبداد. هذا ونبه مسد من خطورة الأوضاع في السويداء، معبراً عن مخاوفه إزاء استغلال السلطة للأوضاع الدولية لقمع الحراك الثوري السلمي هناك، خصوصاً مع انشغال العالم بالأزمة الروسية الأوكرانية. وطالب مجلس سوريا الديمقراطية المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الحكومة الروسية إلى ردع الحكومة السورية عن ارتكاب أي مجازر ومحاسبتها عن أي انتهاك يتعرض له أهل السويداء، ودفعها لطاولة الحوار وإبرام حل سياسي كونه المفتاح الوحيد لإنقاذ الشعب والبلاد واستقرار المنطقة.